يجروا الناس. سي كيان الصهيوني يقول لك لا، حقيقة الدور هذا شنو معطلاته، حقيقة الدور يلعبوه القطريين هذية. وثمك جماعة حماس، ثم جماعة في بداية حتى المخابرات الشباك ثمك مقعمزين في قطر باش على أمل المفاوضات عندهم 15 يوم. أعطينا حقيقة الكواليس الدكتور. وساعة ما نجمو نفهموا سؤالك يا حسين، إلا ما نعرفوا توا على الميدان شفما. على الميدان فما إسرائيل مرتبكة ارتباك تاريخي عمرها ما وصلت له، وإسرائيل أثبتت أنها هي توا محتاجة إلى دعم أمريكي مباشر بالسلاح وبالمخابرات وحتى المارينز يدخلوا في نعم يعاونوهم. وأثبتت أيضا أن إسرائيل المخططات اللي كانت عندها توا عند كتائم القسام هزوها معاهم وقت اللي 7 أكتوبر ما يسمى غلاف غزة، هذاك غلاف مخابراتي بكله الحدود الكل باش يعسوا وباش يتجسوا بالطيارات وبالأبراج وبغيرها يعرفوا هما. نعم توا الكل عندهم هما عند كتائب القسام، هما يحبوا ينهيوا. اليوم كجانس هذاك وزير الدفاع نتاعهم وزير الحرب قال الدوم أسابيع الدوم أشرة الدوم سنوات، يلزمنا نكملوا نقضيه على حماس، وهذه رغبتنا ورغبة كثيرة من الدول العربية اللي تتصل بنا. هو قالها اليوم في ندوة صحفية عاملها نعم. نقطة يعني إعلامية إعلامية، هو قالها الكلام بحيث إسرائيل توا والتسحال الجيش بتاعها ماهوش في وضعية بتاع منتصر، وضعية بتاع مهزوم، وما فما الا المهزوم يقنبل على الابرياء ويقتل 4000 على المستشفيات اليوم. نعم قنبلة على المستشفيات فضيحه عار على الاسريه وعلى مقرات الاونروا، قتلوا منهم 70 تتصورش، موظفين يخدموا مع الامم المتحده ماتوا منهم 70 الى حد اليوم، ويضربوا في سيارات الاسعاف. هذايا مواقف ضعف ماهيش مواقف قوه. ثم توا حتى بفضل الجزيرة خاصة بصراحة وبفضل تي ار تي اللي هي التركية، العالم المقاومة ربحت الرأي العام، ربحت تعاطف الرأي العام وقاعدة تتسع. والدليل على ذلك أن بلجيكا اليوم البارح بروكسل أعلنت أنها ما عادش تجيب صادرات من إسرائيل لأنها دولة تحتل دولة شعب آخر. موقف متقدم البلجيكي في أوروبا، متقدم جدا الموقف. نعم متقدم جدا ممتاز. ووحدة وزيرة إسبانية اليوم قالت كلام ما يقولوش حتى أبو عبيدة، شيء كبير. الرأي العام قاعد يدور والغرب قاعد يتغير، وهذه حكومات مهما كانت ديمقراطية اللي في أوروبا والولايات المتحدة نعم بالناخبين، والناخبين متاعهم قاعدين يضغطوا في الشوارع توا. المظاهرات اللي وقعت في شتوتغارت وفي لندرا وفي باريس، رغم أن في باريس منعينها، ما هي تو زعيمة العنصرية الحكومة هذه بتاع ماكرون بتاع درمرة وزير الداخلية. نعم بعدك العمالقة اللي كانوا في فرنسا وكنا نعرفوهم ونعيشوا معاهم ونشاركوا في معاهم في كثيرة من الأشياء، مثل ميشيل روبير وبرنارد تازي ودومينيك دو فيلبان اللي عندي معاه مراسلات. هذوما رجال دولة مشاو، هذاك الطبقة مشات وجاو هالوليدات يلعبوا بالعنصرية، وهانو قانون توا يحبوا يعديوه حتى بكل 49-3 بلاش حتى نقاش برلمان. نعم أنا ديما الغرب يا حسين، الغرب ما يلزمناش نشيطنوا الغرب الكل، فيه جانب عنصري وجانب إبادي من اللي بدأ من وقت 1492 أبادوا السكان الأصليين ما فيما يسمى إسرائيل وكولومب، هذاك كريستوف كولومب إسرائيل بيروح وصل للهند فسموهم هنود وحمر، هما لا هنود ولا حمر، وقضاوا على 30 مليون من سكان الأصليين في أستراليا. هذوما الإباديين هما اللي خلقوا دولة إسرائيل عام 47، وخلقوا معاها زادة نظام عربي عميل يحكم فينا بالوكالة ما عدا قطر وتركيا وماليزيا في وقت مهاتير محمد وحتى توا أنور إبراهيم، وما عداها أيضا باكستان في وقت عمران خان. هذه حقائق، هذه الحقائق. تصريح وزير خارجية العدو اليوم
قال كتحب نوريكم الهاتف نتاعي والمراسلات الرسمية العربية يطالبوا فيها بالقضاء على حماس. عندما نضيف لهذه التصريحات الحقيقة تؤكدها دكتور نعم هكذا قال وزير خارجية إسرائيل، يمكن أن نوريكم هاتفي لتروا عدد الحكام العرب الذين يلحون علي أن نقضي نهائيا على حماس. تصريحات أو ما كتبه دينيس روس في الـ يعني الـ أعتقد الدبلوماسي الأمريكي في نيويورك تايمز في أسبوع الفرد، قال ما الحكام العرب يحبوني أكثر. نعم أنا تحدثت عديد المرات يا حسين دينيس نعم. روس كان يجي لهنا للدوحة ويشارك في المؤتمرات اللي عملوها حول الديمقراطية في التسعينات وفي بداية الألفين، تحدثت معاه وهو يعرف أن أغلب العرب فيهم صهاينة أكثر من الصهيونية الإسرائيلية اليهودية، وأنهم أوضاعهم مزعزعة ومخلخلة وما ينجموا يبقوا في الحكم إلا بإرادة إسرائيل. زي وضع خطير بالنسبة لفلسطين. نعم. وبورجيبة قال 65 قال لو تخسروا فلسطين كما خسرنا الأندلس، الأندلس بعد 87 سنة برست 8 قرون خسرناها مشيت الأندلس، والأندلس إن شاء الله ما تكونش فلسطين لأن فيها شباب طلع هذا عرين الأسد اللي عملوا العملية بتاع 7 أكتوبر. نعم طلع لهم من بين صلبي والترائبي ما كانوش يتوقعوا، هات اللي كانوا يرموا في الحجر ولا يرموا في الصواريخ ويصنعوا فيه، تعرف عندهم شبكة انترنت ليهم هم وحدهم في الانفاق ما شاء الله. فانا اعتقد انا متفائل بان النصر سوف ياتي بالمراجع الاسلاميه ولا غير مراجع اسلاميه، فماشي فيها قوميه وقسموا هذو مكراد وهذو شيشان وقوم عربي وفرش وكذا، لا الإسلام يجمع الناس كل، وإذا كان قالوا الله أكبر ويمشوا المعركة ربحوها كما حتى في العبور بتاع 73 أنور السادات قال نجحنا لأنهم من جنودنا وضباطنا قالوا الله أكبر وعبروا القناة حرب رمضان. نعم نرجعوك وقت التفاصيل دكتور، لأن الإسلام مستهدف يا حسين، الإسلام هو المستهدف مش فقط ما يبعثوش حاملات طائرات والاخر مكروه بعث حملت هليكوبتر لمجرد القسام نعم وكتائب الاقصى وكذا، لا يا رجل كتائب القسام. نعود لاكثر تفاصيل دكتور خديدي خليك معانا من خطر. نعم خليك معانا لانه عندنا مداخله اخيره لسعاده الخبير وعنده التزام، خلينا نفهم منه ونكمل بعدك ان شاء الله ونرجع على موقف تونس المتحده. سعاده السفير خليك معانا.